قائد سليمان الأحمد. أحمد أبو رحمون الصيدلاني. محمد الجهني. أحمد غيل العامري. محمد علاف المحمدي. محمد أبو عبيد الشريف. حسن علي الجهني. محمد حمدان خيل العامري. الزعبادي. حمدان تخيل العامري. عبد الرحيم صالح العامري. احمد علي البرطي. محمد عواد الشريف. محمد حامد القايد. مشعل حمد اقراص. عبد الله محمد المزع. هذا محمد حبيب. هلا اخوي حسن محمد عطيه الصدري. خالد احمد الصبحي. عبد الرحمن صالح العامر الجهني. ظلال ابو ناجي الصبحي. مساعد سعيد الاحمدي. شكراك حسن. حسن سلام الحيلي ابو مؤيد. يا مرحبا طالع نبار الحيلي. الله يحفظك يا علي. سعد اخوي هذا. حياك الله ابو علي. حياك الله ابو علي احمد عبد الله الصيادي. اخوي حسن اليوم سبناه قبل وسيده. حامد عبد الله الصياد احد سكان الحاره الغربيه وحاليا في العزيزيه. يا سلام عليك. قصيدتين في العنبريه من حب للمدينه وتستاهل المدينه اكثر من كذا. يقول اطهر بقاع الارض ما فيك طماع مدينه المختار خير البريه. كتبت قصه واعجبت كل سماع كتبتها له للنفوس الذكيه من العنبريه للتكية لبذراء تدخل على الراعي من الهاشمية والجوهري معها عميره مناع من قهوة المنصور للكاتبية. هذا على الأخبار وهذا بمذياع وهذا يسوي الشاي والشاذلية. من التجوري جبت للبيت نعناع ومن التعب نرتاح في الزاهدية. ومن التعب نرتاح في الزاهدية. يزين ذاك الوقت يا زين الأطباع يوم الفرح في قاعة السالمية. ما كان في غيره قهر الاشتراك. يوم الفرح في قاعة السالمية. أم مشيمش ولا صاحب فزاع يردفك بالدباب للخالدية. واللي يحب العلم للأمر ينصاع يمشي على الأقدام للثانوية. مشيها يمشي على الأقدام للثانوية. وأنا صغير السن والفجر ما شاء أمشي على الرجلين للناصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. قبل ما نبدأ صلوا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم فطور حي الغربية لكن الغربية كبيرة. خلوكم معانا مع حسن بريك المحمادي نشوف فين حر الغربية. أحد أحياء المدينة منورة القريبة من المسجد النبوي. يلا خلوكم معنا. فين تقع؟ والله أنا من السيح بس أحبابي وجماعة وأصحابي كلنا حر غربية. الناس الطيبين كنا نتجمع المحبة والمودة. الله يحفظهم ويخليهم. حبيب الحرة الغربية من نزلة العنبرية وسكة الحديد إلين توصل إلى الدائرة الثانية. هذه كلها تسمى الحرة الغربية. يا سلام. فين بيتكم؟ بيتنا بجنب مزرعة جنب العمرانية. نزلة العنبرية جنب العمرانية. يا سلام. من سكان الحرة الغربية. الجوار سكة العمرانية. أحمد خيل العامري من سكان الحرة الغربية. جوار العمرانية خلف مزرعة الباهي. حلو. محمد أبو عبيد الشريف باب العنبرية نزلة باب العنبرية بعد عمارة العود. عشنا أيام حلوة ما شاء الله والشباب هذول كلهم ما شاء الله يمكن ما قابلناهم من 40 سنة والله. وهذه أول مرة نتقابل إن شاء الله وحنكررها إن شاء الله حتكون سنوية بإذن الله ولا كل 6 أشهر. وفي رمضان لازم إن شاء الله نسوي فطور إن شاء الله. الله يديم الجوار. كلنا جيران وأخوان وأكثر من كذا. اي والله يديمه يا رب. الله يسلمك. اجمل الذكريات. حسن على الجهل. اجمل الذكريات السكن بالحره الغربيه سك الحديد حاره الزمزم.
جوار بعد البارد. ما شاء الله، الله يديك الف عافيه. اجمل الذكريات في الحي سيدي، كل ايامنا كانت ذكريات حلوه وجميله والله. حلو، وش اعرفك عليه هو فنان هزاع مجاد هزاعبال. ما شاء الله تبارك، لازم نديك تعريف عنه فنان ما شاء الله ونعم. كنا زمان في عندنا جبل صغير اسود يجيب السمسميه ونقعد بالمسكة هذه كلها طول الليل في السلسلية. كانت أيام جميلة، كانت أيام جميلة وحلوة، وإن شاء الله أنها تعاد لبقاء الأحبة والشباب هذول إن شاء الله. إيش فائدة الجمعة هذه؟ أول ما نتعرف على بعض، لأنه في ناس والله حتى أشكالها مختفت 45 سنة، يعني ترى سنين طويلة والله. فأول مرة ما شاء الله رجعنا للذكريات، سوينا رفرش تنشيط للذاكرة يعني. يا سلام، فقابلنا الناس الحلوة الطيبين هذا، وبإذن الله إن شاء الله حتكون في السنة المرتين اجتمع هذا الجمع إن شاء الله. الله يديمها يا رب يا رب إن شاء الله. حمدان خيل العامري من سكان المملكة الحرة الغربية جوار مزرعة الباد، الله يغفر له يرحمه ومات الأموات المسلمين. فين المزرعة؟ المزرعة طال عمرك حاليا حطت نفط سكة الحديد. أيوة خلاص، خلف خلف ساكنين جمع قريبين منا. نقدر نقول العنابس مدري ولا عنبرية؟ عنبرية نزلت العنبرية. المحطة حقت نفط اللي خلف يا سلام سكة الحديد كانت هذه كلها مزرعة. ما شاء الله، ومن سكانها طال عمرك. الله يعطيكم العافيه يا رب، وياك يا رب، يبارك الله فيكم ان شاء الله، يبارك في عمرك. هذا الكابتن احمد البرقي ترى لاعب، ذا لاعب. ايوه ما شاء الله. كيف كان في الحاره؟ كان يبغى الحاره. هلا اخوي حسن احمد البرقي، ساكن في الحره الغربيه بلاد البر، المزرعة اللي قال عليها أخونا حمدان هي ساكنين إحنا قدامه. حلو ما شاء الله. أيوة في الحرة غربية. إيش الذكريات الجميلة اللي كانت هنا؟ والله ذكريات حلوة مع الأحباب هذول. لما شفتهم رجعت الذكريات. والله رجعنا للذكريات وقاعدين نتحكى ما شاء والله الله. والله جزاهم بالخير اللي سووا الجلسة دي. إي والله. والدين 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 الجميع. يا رب يا رب. وكلكم شباب ما شاء الله. إي الله يديكم العافية. محمد عواد الشريف ونعم سكان الحرة الغربية نزلة باب العنبرية جوار بيت البار المزرعة من جيران القريبين. الله يجمعنا على خير إن شاء الله. آمين آمين حبيبي. محمد حامد الزايدي من النور، جيران أول جيران أحمد ومحمد حول المنطقة، وهذا وجزاهم الله خير على الجامعة دي، وكان يعني المفروض انه يكون اكثر، لكن ممكن مع ناس ما سمحت لهم ظروفهم او شيء زي كذا، فناس زي ما تفضلت لو 30 و 40 سنة ما شفناهم، لكن ليلة دي والله من ليالي العيد. شوف محمد عبد الجواد كان افضل من محمد عبد الجواد ظهير معاه لاعب 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 مع ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله الله يديكم العافية يا رب. يا هلا بوجود الله حييك. انا مشعل قرافي ساكن في بلاد ام قبه كانت كافيتيريا ابو ياسر، كانت الحاره كلها ملاعب حوالينا، وكان الملعب هنا او هنا نروح. كابتن مشعل قرافي برضو عائله كلها كرويه ما شاء الله، وحارتهم كلها لعيبه ما شاء الله الله يجزاك. ان كانت تعرف العجل خالد. أوه ما شاء الله. وناصر حمود ما جاء فين؟ حسن حياك الله. عبد الله محمد بن الزاوي شكرا الله مالي تكلمنا عن الغروب والسن. اجمل الذكريات طبعا ايام المدرسه، يعني الاغلب درسنا معاهم ما شاء الله 40 سنه ما شفناهم الحمد لله. نشكر الاخ حامد والله بن الزاوي ابو خالد هذا حبيبي من جيراننا الحربيه ونعم ونعم ما شاء الله عليهم. حسن شكرا لي بالتراث شكرا لوصول الاخ يا حبيبي. هذا حارسنا هلا 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 حسن، تعرف اللي كان مسمينه جيمس؟ انا هو هو جيمس بذاته محمد عطيه. محمد عطيه سيداني احد سكان الحرة الغربية، مو بالتحديد نزلة العنبرية، بالقرب من بلاد البارق اللي ولده مهندس هزاع ما شاء الله. ويوم بحقيقة ما اقدر اوصف صراحة، يوم في الجيل الاول ما شاء الله والجيل الثاني، احنا من الجيل الثالث يا حبيبي. اديكم الصحة على فرصة سيدة، وشكرا للاخ حامد مجهول لجماعة القلب النابض هنا ما شاء الله مجمع الاحبة. والله
تكريم وتشريف. والله الله يسلمك الله يسلمك. حارس مرمى نادي العالمين هذا الجيل شوف لسه ما جاء الرئيس حقهم سليمان عتيق الرايد يجي اليوم ان شاء الله. ان شاء الله بدنا تحيه له اليوم ما جاء هو لحد جميع افراد الفريق جميع افراد الفريق العالمين. حياك الله ابو غريق. خالد الصبحي سكان حي الحضر الغربية نزلة باب العنبرية حاليا مسمى حي السقية جوار بلاد البارب. والليلة ما شاء الله ليلة مباركة اللي اجتمعنا مع الجيران والأصحاب اللي لنا سنين ما تقابلنا معهم. الله يديم ورثنا وشرفتنا الليلة وزدت التشريف تشريف يا حبيبي. طلع وينك كابتن عبد الرحمن العامري داعم لكرة القدم ولاعب كذا واحدة ظهير أيسر هذا كايمن هذا أيسر لا كان حرة غربية نزلة العنبرية بجوار بلاد البارد. الحرة غربية كنا نسيج متآلف كلنا ما نعرف إلا كلنا بعض مع بعض متآلفين نسيج ما في تفرقة لا هذا من هنا ولا هذا من هنا لا من هنا بدونا وحضرنا كلنا متألفين مع بعض. يا سلام هذا اللي يميز المدينة والله يديمه. أيوة. والله يديمه. اللهم الله يسلمك. حنيت للكورة؟ كم ما حنيت؟ تبدي؟ الله يديمه. الظلام الشاعر الحرة غربية نزلة العنبرية بجوار بلاد البارم هذول أخواني وعشنا مع بعض عمر والحمد لله. بقول ما فرقتنا سنين محال ولا غيرت من مودتنا نبقى حب على ذا الحال نهج الوفاء دوم عادتنا عادتنا صح هذول يا اخواني وعشنا حياه صح. فكان الكبير يقول على الصغير فينا ولا واحد فينا سبحان الله يخرج من الثاني زي ما تفضل اخونا عبد الرحمن. احنا خلاص تحت تربيه اي واحد فيهم كعشور بارم الله يرحمه صالح احمد الكوكا حمد الويمي حمد الويمي حامد العرف ابو حميده كثير ما شاء الله طلال سعيد المولد وكانوا فيصل اخوه كثير يعني ما شاء الله يعني احباب اخوان بيت واحد. فسبحان الله ان دل يدل على المعدن الاصلي يقول شاعر الكسره يقول بعض البشر معدنه اصلي ما يختلف لو يعيش حيوان والبعض الاخر ذهب مطلي اصله صفر ما يساوي جرام. اي والله بينما احنا ما عندنا كافي. اي والله الله يحييك وشاكرين على مشاعك وما تاكلنا وبيض الله وجهك ولا يخلينا منك ان شاء الله ويعود علينا وعليكم وعلى المسلمين كل سنه وكل عام بالصحه والسلامه. كابتن مساعد سعيد الاحمدي سكان الحرة سابقا ذكريات الطفولة والأخوان والأحباب اللي جمعنا في ليلة أحلى ليلة عنده كان الهندي وبلاد البارد وكان كنا أهل وأخوان وأحبة ونسأل الله أن يوفق ويجزاهم بالخير اللي جمعونا على المحبة والأخوة هذه ويرحم اللي ما عاد عليهم أحباب لنا وإخوان صالح أحمد عبد العزيز عتيق عشور بارم طلال سعيد وكثير نسأل الله أن يمد بالصحة والعافية الموجودين ويرحم اللي ما عاد عليهم والله يعيد علينا عليهم كل سنة وفادي خلال الله. وشكرا لك أخوي حسن دائما كابتن أسعد سلام ومجهود يذكر فيشكر كابتن أسعد سلام هذا الماجم ذا هذا الأهداف مرة في الخمس أهداف بالستة سنة يا شيخ. أول شيء أمسك يا حبايبنا بخير وهذا الجمعة الحلوة الحمد لله بعد عشرة طويلة الحمد لله على كل حال تقابلنا مع بعض بعد العشرة هذه والله لك الحمد إن شاء الله بإذن الله ما راح تتكرر بإذن يا رب. الله يجيب الجمعة والله يجيب أنا أخونا طالع الرحيل أبو بدر طالع الرحيل مرحبا إحنا من سكان الحرة الغربية. أنا لي عن المدينة 50 سنة خرجت عام 1394 هجري والتقيت بزملائي وأحبابي في الحارة منهم أحمد الصيادي والمجموعة هذه يعني زي ما تقول مجموعة جميلة جدا يعني هذه من الأمنيات كانت بالنسبة لي في الواقع. فيعني أنا أشكر القائمين على الجمعة هذه أخونا أحمد حامد الصيادي على الترتيب وعلى التنظيم وجزاكم الله عنا الخير ان شاء الله. هذا اخوي الصياد يا اخوي الكبير ده اول شيء حسن الله يجزاك خير جزاك الله خير وانت حامد جزاك الله خير على الجمعه الطيبه دي لان انهم 40 سنه يمكن ما شفناهم
أواشك أقصد خيبنا وإحنا ما شفنا الساعكم شباب لا لا والله الحمد لله خلنا بربنا الشافر الله يسلمك نشكركم على جمعتكم لنا كل الذكريات المزمار كل المزمار والله أنا أيام زمان ما هو المزمار أيام فريق كان اسمه فريق ترابط الفريق هذا يشلون العقوب لا الكرة راحت تجرون وراها كلهم من 11 ما تدري من اللي يسجل لا حبيبي هذا بالعنبرية وسكة الحديد وعشنا بالسيح مع عيال مات مع عمر حييت وحسن عيال حازمي وعمار وشعيبون والعالم دي ذكريات الحلو وهالزاع وعشور بارد وعشور بارد الله يدين الحمد لله اللي جمعنا في الناس الطيبة هذه طيبة أيام والله خير يا حسن شكرا الله يسعد قلبك شكرا حبيبي الله يسعد جمعنا على هذه المحبة والمودة الفضل يرجع أولا وأخيرا لحبيبنا تعت المهندس الزاحم محمود بارم هو الذي ابتكر هذه الفكرة على تجميعكم والأخ طالع أبو بدر وكذلك علي المري أبو حسن ومحمد أبو عبيدة الله يجزاهم خير هم المشرفين والقائمين على هذا الجروب الله يكثر خيرهم وكلفنا رجل الجندي المجهود اللي هو حبيبنا حامد عبد الله الصياد الله يزاحك احنا ما انا دوري الا والله دور كومبرس بينكم تمام ولا لا طالما بدينا في القصائد حابدا قصيده اذا شفت هذه المجالس الخير والنيره سبحان الله أفرح بهذه القصيدة يقول يمنزل التوبة ويونس والأنفال الواحد المعبود نخشى عذابه يا هادي سيهات القصايد والأمثال عطني الحون ومثل عجف الربابة قال الشعر تبشر على الفور فالحال هذا صحيح القول ما هي دعابة لشفت مجلس للرجاجيل مدهال لم ترى راعيه شيخ ومهابة لم ترى راعيه فارس وخيات شيال البيرق نهار الحرابة جودة السيسان الراب للخال الراب للخال في هالكرم موجود من طيب لابة والمجلس اللي مقفلين وبالأقفال ابعد عنه لا تقترب من جنابه بيت بلا عمدان ووتاد وحبال لهبة الرياح تطوي طنابه ولا تحسب النجود من كثرة المال لو كان ماله مثل غزر السحابة هذه سحابة صيف لو سيلها سال ما شفت منه يرتوي من شرابه ولا جيت مجلس يجتمع فيه عقال شرواكم ولا جيت مجلس يجتمع فيه عقال خليك ثابت واستمع للإجابة ومن لا يسمن كلمته عند الأقوال محدا عطاه البال ولحدا درابه والباقيات الصالحات في الأعمال أخير وانفع يوم يعرض حسابه طبعا في قصيدة أخرى عن العنبرية وكيف مبدأنا فيها بقول فيها طبعا فيها قصيدتين في العنبرية من حب للمدينة وتستاهل المدينة أكثر من كذا يقول أطهر بقاع الأرض ما فيك طماع مدينة المختار خير البرية كتبت قصة وأعجبت كل سماع كتبتها لها للنفوس الذكية من العنبرية للتكية لا بذرة تدخل على الراعي من الهاشمية والجوهري معها عميره منان من قهوة المنصور للكاتبية هذا على الأخبار وهذا بمذياع وهذا يسوي الشاي والشاذلية من التجوري جبت للبيت نعناع ومن التعب نرتاح في الزاهدية ومن التعب نرتاح في الزاهدية يزين ذاك الوقت يزين الأطباع يوم الفرح في قاعة السالمية ما كان في غيره قهر الاشتراع يوم الفرح في قاعة السالمية أم مشيمس ولا صاحب فزاع يردفك بالدباب للخالدية واللي يحب العلم للأمر ينصاع يمشي على الأقدام للثانوية مشيها يمشي على الأقدام للثانوية وأنا صغير السن والفجر ما شاء أمشي على الرجلين للناصرية يا سلام صح لسانك عم طلال صح لسانك الله يعطيك العافية والله على الأبيات الجميلة تسلم الله يسلم
هزاع ما هو جاب سحور بس.